انا نجحت في الحف كملته ورحت افرح بابا بعدين منعوني منع وصلت سيدنا هبره منعوني الحوثيين قالوا ما خلوني يدخل. هذه الصوره طبعا هذا السجن صورت باب السجن طبعا تم اعتقالي في يوم 22/2/2016 عندما كنت ذاهب أسعف زوجتي للمستشفى وصلت إلى 22 مايو فإذا بسيارات من كل جانب حاولت أن أبتعد عنهم من أجل أن يذهبوا فإذا بها تضايقني جميع السيارات أفاجأ بمسلحين كثر فعرفت أنهم يريدون الاعتقال أبلغت زوجتي محاولا أن أخفف عليها قليلا قلت لها أشعر أن هؤلاء جو من أجل أن يعتقلوني فلا تقلقي لا تخافي لا كذا حاولت أن أهدئها ما استطعت أن أتحرك من السيارات نزل الذي كان فوق السيارات نزلوا فحاصروا السيارة من كل جانب فكوا الأوالي كان يعني فكي للسريع ويده تختضل يعني قلت له يا أخي لا تخاف ولا شيء أنا سأأتي معكم ما عندي مشكلة نهائيا فقط اسمحوا لي أودي زوجتي إلى المستشفى أو نوديها إلى البيت رفضوا طبعا قالوا لا يمكن عندنا أوامر ما فيش أي مكان لابد ما تتحرك معنا الآن وزوجتي كانت تصيح في حينها ولم يتركوها أيضا أن تذهب وأخذوا السيارة والزوجة وأخذوا بها إلى قسم السياغي وأخذت إلى بيت علي محسن 10 أيام كانت فترة التحقيق هناك طبعا مربوط العينين مكلبش اليدين وكذلك الرجلين حتى أثناء النوم جلسوا تقريبا 3 أيام بلياليها بداية التحقيق ما فيش نوم على الإطلاق كان يأتي المحقق وينتهي من التحقيق ويقول لا تتركوه ينام طبعا كانت أصعب أيام هي ال10 أيام الأولى أثناء التحقيق ثم بعد ذلك بعد ال10 أيام أخذت إلى زنزانة انفرادية في سجن هبرة جلست في تلك الزنزانة 2 شهر متكاملين طبعا زنزانة مخيفة 1.5 متر × 2 متر مظلمة تماما ما تشوف يدك على الإطلاق أفاجأ المحقق يقول لي من أين اتصلت أنت بلغت الأهل وأنت عرفتهم أنك موجود هنا قلت لهم ما فيش معي تلفون هنا في زنزانة انفرادية إذا كنت فعلا جاد في المسألة فمعك مدير السجن ومعك مدير الزنزانة بعد أن انتهى من الضرب والكذا تلك طوال الليل يخبرني يقول لي هذا تلفون ابنك جبناه لك ووجدناه مقتول في معسكر ناس طبعا كان قلبي مطمئن تماما يعني لكن أيضا باب التخويف يقول لك أنا ممكن بكرة أجيب لك الصورة حقه وهو مقتول يعني وأنت في هذه الحالة ما فيش عندك أي أخبار عن الأهل تماما هذا بالنسبة للأشياء التي تعرضت لها ك يعني تعذيب جسدي أو كذا أيضا التهديد بالتصفية لو ما تعمل كذا احنا هنصفيك مثل صالح البشري هنصفيك نرميك في الشارع أيضا تهديد بالشنق يحضر المشنقة وأنت تحس أنه يطلع فوق شيء وكذا ويهددك ويطلع بحيث أنه يريدك أن تعترف بأشياء انتهى التحقيق وجلست 2 شهر متكاملين في الزنزانة ثم خرجت إلى عنبر 9 بسجن هبرة بعد 2 شهر داخل تلك الزنزانة الانفرادية المظلمة الموحشة فخرجت إلى العنبر فيه تقريبا كان وقتها 24 وأنا كنت 25 يعني واحد بجوار واحد بصعوبة لكن مقارنة بالزنزانة لا شيء بالنسبة للأهل
تصور يعني يكذبوا عليهم بشكل مخيف. هذا يقول لهم وجدناه في إب، وهذا يقول لهم جيبوا مبلغ وإحنا يعني نخرجها لكم من الزنزانة قد هو موجود في إب. ذهبوا إلى الأمن السياسي وأيضا كذبوا عليهم كذب مخيف. أحدهم يقول نزلنا للزنزانة فرفض يقابلكم، أظافره مقلعات، يعني حالته حالة ما يمكن تشوفوها الآن، لكن جيبوا مبلغ وإحنا ممكن نطلعها لفوق يعني. وبالفعل يعني للأسف بالنسبة للأهل محتارين، يعني يريدوا يعني بأي شكل من الأشكال إخراجي من المأساة الذي أنا فيها. جابوا لهم مبلغ بحيث فقط يطلعوني من الزنزانة الذي في الأمن السياسي. طبعا أنا ما دخلت هناك على الإطلاق، كانت المعاناة شديدة جدا داخل السجن. تخيل في يوم العيد يحرمونا شهر كامل، يأخذوا الملابس حق السجناء كامل ويأخذوا المبالغ المالية، وجلسنا شهر حتى الأكل من البيوت منعوها. فأيضا يضيقوا على السجناء، ما فيش زيارات من عنبر إلى عنبر، إذا وجدوا تليفون في عنبر حبس رئيس العنبر وكذلك الذي وجدوا عنده التليفون. فالتضييق كان يعني بشكل كبير بالنسبة للسجناء بشكل عام. أيضا في شبك للزيارة شبك كبير بحيث ما تقدر توصل إلى الأهل على الإطلاق إلا من خلف الشبك بمسافة لا بأس بها. فالحمد لله كانت الزيارة أيضا هي تخفف علينا شيء كثير، يعني عندما تشوف أهلك في الأسبوع مرة كانت تعطينا أيضا طاقة يعني. أيضا كانوا يفتحوا المجاري بشكل دوري كأنه عندهم حالة، يعني كل شهرين كل شهر الساجنين يعني يسدوا المجاري وتطفح على السجناء كامل. الأمراض مستعصية عند معظم المساجين، حالة الجرب أيضا في أحيان أمراض عافانا الله البواسير مثلا، مرض أحد الشباب بجوارك ما تقدر تعمل له أي شيء، يتألم أمامك ما تقدر ما تعمل إلا الدعاء وتحاول تخدمه بحيث أنه تخفف عليه فقط. أذكر مواقف كثير يعني أيضا موقف لأحد الإخوة الذي كان معي في الزنزانة الأخ فؤاد، يعني ذهب إلى التحقيق فتأخر يوم كامل. أنا طبعا ظنيت أنه ذهب مكان آخر ما يرجعوش عندي، فاجأ في اليوم الثاني يدخل وال يعني معالم القيود موجودة من أثر التعليق وأيديه تقطر دم. تخيل يعني وبجوارك ما تقدر تعمل له أي شيء، زنزانة يعني انفرادية يتألم أمامك ولا تقدر تعمل له شيء. فهي طبعا مآسي كثيرة جدا ومؤثرة. نسأل الله عز وجل أن يفك أسر جميع إخوان المعتقلين وأن يعجل بالفرج العاجل والمخرج الآمن لهم جميعا بإذن الله عز وجل. أهدي أحانا أنغاما أهدي نسينا.